مساء الخير، معكم منير عجم، الثاني بمنطقة تركمانستان على بحر قزوين. بقى هالفيديو اليوم حنسجل فيديوهات اثنين، اسا هذا واحد تاني. بهالفيديو حنركز على شو هي مكونات كلفة المشروع. اذا بدنا نعمل نحن استمت تقدير لكلفة المشروع، شو هي المكونات الاساسية اللي فيها. والفيديو اللي بعده حيكون تركيز على شو هي شروط القيام بعمل تقدير كلفة المشروع بصورة دقيقة. شو هي مكونات الاستمت تبع المشروع؟ كلفة المشروع شو هي، لازم شو كن لازم يكون فيها مكوناتها. المكون الأول نركز عليه هو حيكون في موضوع الكلفة المباشرة direct cost، اللي هو بده سعر، بيركز على موضوع سعر المواد وكلفة المواد والعمالة والعمال اللي بدهم يشتغلوا على المشروع. يعني اذا عم نركز نحن على مشروع كابيتال بروجكت، مشروع انشاءات، بطبع اي عمل انشائي بده يصير من مواضيع البناء والعمار، اللي يعني اي شيء بده يبقى بالمشروع بعد ما نخلص، هو بنعتبره نحن الكلفه المباشره اما دايركت كوست. غير الكلفه المباشره بيجينا امور تانية، مثل بالطبع اي شيء من الاليات ولا المكاتب ولا الاجهزه ولا التولز اللي حنستعملها خلال القيام بهالمشروع، هودي معتبرهم حتى الديركت سوبرفيجن، يعني الاشراف المباشر على العمل، هودي بيكونوا عادة يعتبروا انديركت كوست. اما الكلفة الغير مباشرة كمان هي لازم تكون متضمنة بالمشروع، وعادة هذه شيء مرتبطة ارتباط رئيسي بالكلفة المشروع المباشرة. غير هيك بيجينا بعد منها، بيجينا كلفة ادارة المشروع، اللي هي ممكن السينيور البروجكت مانجمنت تيم وهالامور هاي. بالطبع كمان عندنا الكلفة الهندسية للمشروع، التصاميم الهندسية، كلفة المهندسين بدهم يشتغلوا بالتصاميم الهندسية لهالمشروع الانشائي، اذا عم نحكي نحن انجينيرينج وبروكيرمنت بروجكت. غير هيك بيجينا كلفة بالطبع بيجينا كلفة كلفة بنسميها نحن كلفة التضخم، تضخم الاسعار الانفليشن، لانه عاده هالمشاريع بتمتد لمده سنوات، سو اما سنه اما اثنين اما ثلاثه. سو نحن هون بطبع كلفه اليوم المشاريع اذا عم نقدرها اليوم بناء على سعر على قيمه الفلوس بالوقت الحاضر، هالشي حيكون ناقص، لانه القيمه المستقبليه حتكون بطبع اعلى اما اوطى. مشان هيك نحن ضروري نشوف حسب المؤشرات الاقتصاديه والمعلومات الاقتصاديه انه شو هو ممكن يكون التقدير التضخم بالمنطقة، أما بالدولة أما حسب نوع المشروع. لهون إحنا لازم نحط بالمشروع من ضمن الكلفة هي الكلفة تقدير كلفة التضخم اللي حيأثر من ناحية المواد، تضخم أسعار المواد ولا تضخم أسعار كلفة العمال والمهندسين والفريق العمل وهالأمور هاي. غير هيك عندنا كلفة we call it cost of money، يعني بطبع إذا عندنا مشروع نحن في حيكون في استلاف مصاري فلوس من البنوك، سو اما ممكن يضطر نحط بوند. هون بيكون في تبع عملنا هالمصريات الى كلفتها، اللي هي من الفوائد ولا من اي رسوم ممكن تكون موجوده علينا، لازم تكون كمان هيدي من داخل كلفه المشروع. غير هيك اذا المشروع كبير وممكن يكون عندنا نحن شراء مواد من انحاء العالم، سو ممكن يكون عندنا كمان كلفه العلاقه بتغير الفرق العملات، السعر بالعملات، سو هيدي كمان ممكن يكون إلى مبلغ محدد ينحط بالداخل كمان كلفة المشروع. إضافة إلى ذلك ممكن يكون عندنا رسوم الحكومي من ضرائب ولا رسوم جمارك ولا أي شيء تاني. إضافة إلى ذلك بجينا نحن إذا المشروع في تكنولوجيا جديدة اللي هي ما عندنا نحن كشركة نقول ما عندنا خبرة فيها، نحن ممكن يكون بحاجة ل ساعتها انه ممكن يكون، لانه اذا في تكنولوجيا جديده ممكن يكون فيها مرحله بدنا في اخطاء، اما ممكن في شغلات ما بنعرفها بدنا نتعلم في عليها، سو ممكن تاخذ وقت زياده اكثر من العاده. سو ممكن نحط شيء اسمه مثل contingency، اسمه تكنولوجي allowance على المشروع، لهل اي جزء من المشروع اللي ممكن يكون فيه تكنولوجيا جديده. هيدي هي الشغلات الرئيسيه بتكون من ضمن كلفه المشروع. بعد ما نجمعهم هالمعلومات كلها وهالكلف الكلفه لكل هالنقاط هذه كلها نجمعها، بيجينا موضوع الكونتنجنسي اللي هو بطبع المبلغ اللي بنحط للتعامل مع الريسك،
والطوارئ والامور من هالنوع اللي هي ممكن تحصل على المشروع. هلا بالطبع بالشركات اللي عندها خبره على مدى سنين عندهم قدره يختصروا هالمبلغ، تكون ممكن يكون 5% ولا 10%. اذا عم نحكي نحن عم نعمل التقدير النهائي يعني قبل ما نبلش مرحله الامبلمنتيشن انجينيرنج كونستراكشن، سو ممكن يكون بناء على خبرات سابقه نحن بحاجه ل 5% ولا 10% كمبلغ للطوارئ للكونتنجنسي. اكيد هلا يفضل انه هالمبلغ يكون مبني بناء على اساس ديتيلد ريسك اسسمنت، بس ممكن يكون انه اذا الشركه انه عندها خبره انه للريسك العاديين يعني تغير بالاسعار من هون من هون، تغير بالانتاجيه تبع العمال، هذه ممكن كلها تكون تختصره بالاونس محدد اللي هو ممكن يكون 5 ل 10%، بينما الريسك الاساسيين ممكن هذه تكون انحط لها وضع دراسي لحالها كاستقلاليه بطبعه، هون ضروري ندخلها كالاونس. عاده كل شيء هلا تكلمنا عنه بيكون تحت اشراف مع الكلفه النهائيه، هي بيكون تحت مسؤوليه اداره مدير المشروع وفريق اداره المشروع اللي هن مسؤولين عن تنفيذ المشروع بهالميزانيه هيدي اللي بدها تنوضع طبعا بعد موافقه الاداره على هالميزانيه. هلا فوق هالشيء كله ممكن الاداره تحط شيء اسمه مانجمنت ريزيرف اللي هو احتياط الاداري للاداره، اللي هو ممكن يكون للامور اللي غير متوقعه، ولا ممكن تكون انه ما نتوقع انه البروجكت مانجر يكون هو قادر يكون مسؤول عنا. سو بعض الشركات والمؤسسات بناء على الفاينانشال كنترول سيستم تبعهم يكون عندهم انه الشرط انه كل مشروع لازم يكون عليه 5 10 15% اللي هي اللي كمانجمنت ريزيرف، هذه بتكون تحت اشراف المدير الراعي المشروع مش مدير المشروع ولا الاداره العليا. ان بحال المشروع البروجكت مانجر احتاج لها الفلوس هيدي ممكن يرجعوا لها بدون ما يرجعوا للبورد اوف دايركتور ولا مجلس اداره الشركه ولا الامور هيدي ليجيبوا زياده على ميزانيه المشروع ممكن تكون من ضمنها. فهذا بشكل عام شو هن المواد الأساسية اللي نكون داخل المشروع. هون فينا نقول شكرا صباح على خير، بس قبل ما نقول صباح على خير الفيديو الثاني حيكون تركيز على شو هي الشروط القيام بتقدير كلفة المشروع بصورة جيدة. هلا فينا نقول صباح على خير.